تعال بقى نتكلم عن جزء بقى مهم جدا جدا، ونبتدي نشتغل فعلا على الجزء بتاع الكاستمر اناليسيس. الكاستمر اناليسيس كنا اتكلمت في المره اللي فاتت او قلت لك الفيديو اللي فات على التفاصيل بتاعه الكاستمر اناليسيس، والمفروض نشتغل على انهي مديول بالظبط اللي هو 6 دبليو، والمفروض قلت لك ان احنا هنشتغلهم جزء بجزء، وهنشتغل عليهم بالتفصيل وتطبق عليهم بايدك، وبعد كده ايه تبتدي تبعتهم لي ونبتدي نشتغل عليهم. طيب خلينا كده نتكلم في الاول على ان انا المفروض بشتغل على الخصائص بتاعت الكلاينتس نفسه، او الجزء بتاع العملاء، مين العملاء بتوعي المحتملين اللي انا محتاج اجيبهم، واللي المفروض ان هم عندي اصلا او موجودين بالنسبه لي، العملاء اللي موجودين بشكل عام اللي انا بستهدفه. تمام. طيب تعالى كده نشتغل على جزء، او ناخدهم حته حته، او ناخد اول دبليو معانا ونبتدي ايه اقول لك المفروض تشتغل عليها ازاي، او اول نقطه فيها المفروض هتشتغل على ايه. خلينا كده نبتدي في الاول اقول لك على نقطه مهمه جدا جدا، كتير بتلخبط منها، وناس بتكون معايا في الدبلومات بيلاقيها بتلخبط بين جزء الديموغرافيك والجزء بتاع الجيوغرافيك، الجزء بتاع الديموغرافيك والجزء بتاع الجيوغرافيك. الجزء بتاع الديموغرافيك هو انا بتكلم فيه على الجزء بتاع السن، الطبيعة بتاعته كراجل أو ست أو الجنس، وبتكلم على هل هو من أنهي فئة بالظبط. تمام. يبقى أنا هنا بتكلم عن 3 حاجات أساسيين جدا 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 في الجزء بتاع الديموغرافيك، اللي هو السن، تمام، النوع، تمام، و الفئة نفسها. تمام. الفئة نفسها. طيب تعالى كده بقى ناخد عليهم اكزامبل. والله انا المفروض بتارجت في السن الناس اللي انا بشتغل على الناس اللي هي من سن 45، تمام، من سن 45 للسن بتاع دي، خلينا كده ادي 45 اكتب لك عشان توضح لي، السن بتاع 60. تمام. انا التارجت اودينس بتوعي ان انا بشتغل على ناس تيجي تنفست، ناس تيجي تنفست او مستثمرين، خلاص، علشان ييجوا يشتروا من عندي. طيب انا المفروض المستثمرين دول انواعهم ايه، او اغلبيتهم؟ اغلبيتهم في منهم سيدات بس اغلبيتهم رجال. تمام. فخليني انا محدد وبتكلم ان انا نوعهم ايه، رجال. طب هل الفئه بتاعتهم، فئه بتاعتهم ايه؟ كلوز. تمام. ايه كلوز، حلو. طيب لو انا بقى بشتغل، عشان الموضوع يبقى اوضح بالنسبه لي، خلينا نكتبها كده. تمام. يبقى انا ايه، دي الفئه بتاعتي، ده كده جزء ديموغرافيك، ده كده جزء ديموغرافيك. يبقى انا التارجت بتاعي محدد، الناس اللي بتدور على انفستمنت، تمام، والناس اللي هي سنها من 45 ل 60، تمام، والمفروض ان هم اغلبيه فئاتهم رجاله. طيب خلينا كده نقول لك على نقط كده مهمه في الجزء ده. وانت تشوز الكلاينتس بتاعك او الكاستمر بتاعك، لازم تكون محور السن بتاعك بيفرق كتير. يعني مثلا لو السن عندك من 45 ل 60، ما ينفعش تفتح عن كده، ما ينفعش ان انا اقول ان الكلاينت اللي انا بستهدفه من سن 30 لسن 60. طب ليه الفرق ده ما ينفعش؟ لان عقلية الشخص اللي عنده 30 سنة وطريقه استهدافه والانترستد بتاعته والحاجات اللي هو مهتم بيها غير عقليه الشخص اللي عنده 60 سنه. تمام. لو احنا اتكلمنا مثلا على من سن 45 ل 60، يكاد يكون مقارب في نفس التفكير، في نفس الطريقه، في نفس البراكتس، الكلام ده كله. انما لو جيت ل 30، لا، هتلاقي الوضع مختلف، هتلاقي الوضع مختلف، وهتلاقي طريقه التفكير مختلفه، هتلاقي الانترستد مختلفه، هتلاقي الطريقه بتاعت المعلومه ذات نفسها لما تيجي توصلها له مختلف. تمام. طيب ليه مثلا بقول انا عندي ناس انفستمنت، عندي انفستور سيدات، او ناس تقدر ان هي تشتري ده سيدات، ليه بختار رجاله؟ لان انت لازم تخلي بالك كويس جدا جدا انت بتودي فلوسك فين. انا دلوقتي بصرف مثلا على الاعلانات او الماركتنج بتاعي ولنفترض 1000 دولار، حلو، خلينا نتكلم في ارقام بسيطه، دايما بحب اتكلم بالارقام البسيطه عشان المعلومه توصل لك، وبعد كده احسب على ارقامك، مفيش اي مشكله، بس انت المفروض تكون فاهم المعلومه بشكل واضح، وبعد كده تطبق، لان انت كده كده هتطبق وتقول لي اللي انت طبقته. انت دلوقتي عندك
25% من اللي بيستنفست او بيشتري منك سيدات، وعندك 75% منهم رجاله. طب انت ليه ما تنفستش في الماركتنج بتاعك في ال 75% وتتنازل عن 25% عشان ما تهدرش عليهم وقت وفلوس ومجهود، في حين ان الامباكت بتاعهم او العائد بتاعهم المفروض ان هو اقل بكتير جدا من فئه الرجال. تمام؟ حاول تستنبط كده عدد الرجاله بيشتروا منك وعدد السيدات اللي بيشتروا منك. لو لقيت حد منهم اكتر من التاني بنسبه كبيره، يعني من 70، لو لقيت حد منهم 70% والتاني 30%، لا هنا في مشكله. لقيت حد منهم 60% وحد تاني 40، كده ممكن تكون متقاربه شويه. لقيت حد منهم 80% الرجال مثلا والسيدات 20%، يبقى انت كده في لازم تعيد حساب الجزء بتاع الديموغرافيك بتاعك. طيب بعد كده المفروض عندك ان الناس اللي بتنفست، في ناس بتنفست هي فئه بي، بس انا محدد لان البودجت اللي معايا او البرودكت برايس بتاعي بيحكمني في فئه معينه. خلاص؟ طيب جزء بقى الجيوغرافيك. انا دلوقتي خلاص الهدف بتاع المستثمر بتاعي هدف استثماري، هدف استثماري، تمام؟ وانا بستهدف الناس اللي هي هدفها استثماري دي بنفس الطريقه دي. حلو؟ بنفس ايه الطريقه دي، او ده ايه طبيعه الايه الكلاينتس اللي عندي. طيب هدفه استثماري، خلاص احنا قلنا. طب اي كلاينت محتاج ينفست او يستثمر فلوسه في العقارات، ممكن يكون هو فين؟ ممكن يكون مثلا في دول الخليج. حلو؟ تمام؟ دول اوروبا. حلو؟ يكون تاجر كبير، تمام؟ وممكن يكون طيب تاجر كبير دي مكانها مش هنا، انا بتكلم على ان هو يكون في القاهره، تمام؟ حسب المناطق. طيب في مناطق احنا بنستهتر بيها بس بيكون عليها اصلا كلاينتس تقال، تمام؟ فخلي بالك لما نيجي ساعه ما نشتغل على التارجت اودينس وتحديد التارجت بشكل سبيسيفيك هنشتغل عليها بشكل كويس. طيب الجزء بقى بتاع السيكولوجي بتاعت العميل، السيكولوجي بتاعت العميل، اللايف ستايل بتاعه، طريقه اللبس، لبس مثلا لو انا بتكلم ان هو في الخليج فيكون لبس خليجي مثلا عادي جدا، تمام؟ طب هيفرق معايا ايه لما انا اكتب لبسه؟ يعني انا هستفاد ايه ما يلبس اللي يلبسه؟ انا ببيع عقارات. هيفرق معاك في توجيه الميديا بتاعتك في الكونتنت، هيفرق معاك في توجيه اللانجوج بتاعتك والفويس تون بتاعتك، هيفرق معاك في طريقه الاعلان نفسه، هيفرق معاك سواء بقى الاعلان ده ايا كان ايه هو، حتى لو تراديشنال عادي جدا، تمام؟ بس خلي بالك ان هو الحته دي مهمه جدا، لازم تكون فاهم الكلاينت بتاعك بشكل محدد. طيب بعد كده المفروض ايه تاني؟ لو انت يعني حاول كده وانت شغال معايا او انت بتشوف الفيديو تفكر كده وبالورقه والقلم وتكتب كده، يعني ايه تكتب كده ايه الخصائص بتاعت او السيكولوجي، تكتب معايا كده نقطه بنقطه وتفكر وتكتب في ورقه وقلم، عشان اكيد هتضيف حاجات ممكن انا ما ضفتهاش، او تضيف نقط مختلفة أو تكمل على الجزء اللي أنا بكمله أو تكتبه علشان تقدر تستفيد بشكل إيه كبير. طيب خليني كده أقول لك إن هو مثلا ملتزم مثلا بمواعيد شغله، تمام؟ مثلا عملي جدا، تمام؟ طبيعة بقى الناس والله شغلهم دكاترة في مجال في تخصصات متعددة، تمام؟ تبتدي بقى تحاول تبني الشكل العام بتاعه وهو في دماغك، تبني الشكل العام بتاع الكلاينت بتاعك في دماغك، الشكل العام بتاع الكلاينت، تمام؟ يعني تخلي بالك كده هو شكله عامل ازاي، طريقة لبسه، طريقة كلامه، الفويس تون بتاعته، طريقة حياته ماشية ازاي، تمام؟ طيب بعد كده بتفكر مين بقى اللي هيشتري البرودكت بتاعك؟ مين هيشتري المنتج بتاعك؟ لازم تخلي بالك وتفكر
والله انا هشتري مع المنتج بتاعي خلاص، احنا قلنا كده كده مستثمرين تمام، زي ما احنا قلنا والله تجار تمام، مهندسين تمام، شرطة، جيش، ايه تاني، تجار ومهندسين وشرطة وجيش، دكاترة تمام، كل دي ده جزء الوظائف. طيب ومهتمين تمام بنقط معينة أو عندهم اهتمامات بنقط معينة تمام، بتزويج مثلا أولادهم تمام، تبتدي بقى تجمع التفاصيل بتاعة الكلاينت نفسه، مين اللي بيشتري، أو حد المفروض إن هو هيتجوز ولاده تمام، فبيشتغل على الجزء ده أو ممكن يشتري منه تمام، غير طبعا هدف الاستثمار، طبعا احنا بنتكلم فيه استثماري تمام، بنتكلم ان هو المفروض يشتري بهدف السكن تمام، دي النقط اللي انت لازم تخلي بالك منها، ليه هيشتري البرودكت بتاعي، ايه الاسباب او المختلفة لطبيعة العميل نفسه تمام، ايه الاسباب اللي هتخليه يشتري منك، ليه يشتري المنتج ده. طيب في حاجة تانية مهمة جدا جدا، مين اللي بيأثر على قرار الشراء بتاعه، مين بيأثر على قرار الشراء بتاعه تمام، وهل القرار الشراء بتاعه ده بيتأثر؟ طبعا. طيب الزوجة تمام، من العوامل المؤثرة جدا جدا لو هو بيشتري تمام، مكان الشغل، مكان العمل تمام، بيأثر بشكل كبير جدا جدا، الحاجات دي كلها هتفتح لك مدارك كبيرة جدا في فهم الكلاينت، وتفتح لك مدارك كبيرة جدا جدا في فهمك لطبيعة الشغل وطبيعة السوق نفسه وطبيعة المنتجات وطبيعة الكلاينت نفسه اللي بيشتري منك. طيب خلاص قلنا الزوجة، مكان الشغل القريب، مدارس الأولاد تمام، الخدمات المقدمة، دي كلها حاجات بتأثر على قرار الشراء، دي كلها حاجات بتأثر على قرار الشراء. إمتى يتأثر قرار الشراء؟ امتى، ايه اللي يأثر على قرار الشراء بتاعه تمام، ايه اللي يخليه يأثر تمام، ايه تاني، الأسعار، طرق السداد، دي كلها حاجات بتأثر على قرار الشراء. هو دلوقتي خلاص هيشتري، فأنت في حاجات لازما تخلي بالك منها جدا جدا، لأن هو أكيد 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 هي عنده تأثيرات هتحصل، عشان كده دايما بنشوف عميل بيكون متفق وعامل ديل وخلاص وناقص على العقد أو ناقص يشتري، بعد كده تلاقيه مرة واحدة ما اشتراش، مرة واحدة راح اشترى في حتة تانية، مرة واحدة مش موجود. طيب مين بقى اللي بيخليه ما يشتريش؟ إيه الحاجات اللي ممكن تخليه ما يشتريش؟ هي الحاجات دي تمام، هي الحاجات دي اللي ممكن تخليه ما يشتريش تمام. طيب بعد كده بقى مين المفروض مسؤول عن الدفع بتاع الفلوس بتاع الكلاينت؟ هل الكلاينت اللي انا هيشتري مني هو اللي مسؤول عن الدفع، ولا انا ببيع المنتج ده لعميل وعميل تاني اللي هيدفع؟ يعني مثلا هل انا بتيجي الزوجه وهي اللي بتختار والزوج بيدفع، ولا مثلا الاولاد مثلا للزواج مثلا، او الاخ المسؤول؟ ساعات كده بيحصل كالاتي، امثله من الواقع، بيجي عميل يقول والله انا محتاج اشتري، طيب خلاص انت محتاج تشتري دلوقتي، طيب بعد ما تشتري انت مشتري مين ليك؟ لا والله ده انا اخويا مسافر، وبسبب سفره ده المفروض ان هو مخليني وانا في مصر انا اللي اشتريه، مخليني وانا في مصر انا اللي اشتريه. حلو، طيب انت هتشتري له، ابعت لي الصور او ابعت لي البيانات والمساحات والاسعار، وانا هقول له اذا كان هو ده عاجبه ولا لا تمام. تعالى ساعات بتيجي الزوجه تمام، والله تقول لك انا جوزي مسافر بره وحاول لي فلوس، وانا محتاج اشتري حته ارض، او انا محتاج اشتري بيت، او انا مش محتاج اشتري في مكان معين. خلاص هي مش مسؤوله على ان هي تختار، هي بس مسؤوله ماديا. فحاول بقى تفكر لما تيجي تشتغل على جزء الماديات، والله ده ارخص سعر في المكان، او ارخص سعر في العاصمه، او اطول فتره سداد، انت بتكلم مين تمام، بتكلم المسؤول ولا في حد تاني انت بتكلمه بس هو مش مسؤول عن الجزء ده تمام، وطريقه كلامك ليه المفروض هتتكلم معاه ازاي، طريقه كلامك معاه هتكون عامله ازاي، وزي ما قلت بقى لسه بقول لك
طريقه كلامك معاه والفويس تون اللي هتتكلم بيها وطريقه شرحك للمنتجات، تمام؟ حاول تطبق الجزء ده عشان نخش على الجزء اللي بعديه ونكمل ونفصص كده جزء الكلاينت واحده واحده.